سعدية، لك سعدية، لك تعال شوف شو جايب له لأبو عمر. شي سعدية، شو بكي سعدية؟ فهميني شو صاير؟ أخوك صار بخاطري لحتى موت. لك شو عم تحكي انتي؟ لك شو اللي صاير؟ سعدية طلع فيني لشوف؟ احكي. بعد ما خلصت غسيل ايه ناديت له لخالد وقلت له زكاتك يا سلفي ساعدني لحتى طالع طبق الغسيل على الأسطوح مشان ننشر الغسيلات، لأنه الدايم وصيتني ما أحمل شي تي. أيه. وأم ياسين ما أجت لعنا اليوم. إيه. لك أحكي، لك أحكي، لا تجنني، أحكي. وبعدين؟ عم أجا نتر مني طبق الغسيل، وقعدنا على الدرج من نصه لآخره، ودغري دغري حسيت حالي طرحت. يا مصيبتك يا سعدية، يا مصيبتك. ولك سعدية أخي خالد يعمل فيك هيك عملي؟ ولك أخي خالد؟ هذا اللي صار. وينه هلا؟ قاعد بغطة مضروب على قلبه، ولك أنه عامل شي الله يصطفل فيه، قتل فرحة عمري وسنيني.